تفضل عليك. يعطيكم العافية. تحسسا منا بوزارة الداخلية بأمرين. أول شيء أحقية مطالب اتحادات ونقابات النقل البري يلي هن كانوا أسبوع الماضي عم يعدوا لتحرك، تم تأجيله للأسبوع الحاضر، واليوم أنا بوزارة الداخلية دعيتهم تناقش هيدا الموضوع. والموضوع الثاني يلي نحن حساسين تجاهه هو وضع البلد والأوضاع يلي عم يعيشوها المواطنين وضرورة الحفاظ على الاستقرار العام بهيدي المرحلة الدقيقة. انتو بتعرفوا انه اول تأجيل كان بسبب الهزة اللي صارت او الزلزال المؤسف اللي صار بتركيا وبسوريا، والبانيك اللي كانوا بعد عم يعيشوها المواطنين واللي يمكن بعدها مستمرة، انما الغلاء والاوضاع الاقتصادية الصعبة وشعور المواطنين وقلقهم المحق بهيدي الظروف حتم علي اني اليوم صباحا ادعي اتحادات ونقابات النقل البري كلهم تيكونوا عنا تناقش موضوع تحركهم. انا بهيدي الظروف بقدر معاناتهم كشريحة واعدة ومهمة من الشعب اللبناني بانه المخالفات اللي هن عم يتعرضوا لها، غلى المحروقات، المخالفات التطبيقات، مخالفات اللي هن عم تأثر على لقمة عيشهم وعلى لقمة عيش عيالهم. من تاني محل وضع البلد الحساس كتير، انا توجهت لهم بوعد وبتمني، وعد انه الدولة اللبنانية مثل ما وعدتهم سابقا ويمكن ما صار شيء كتير من يلي وعدوا فيه، نجرب ضمن إمكانيات الدولة اللبنانية وضمن إمكانيات القوى الأمنية وضمن ما هو ممكن نمنع التعدي على لقمة عيشهم وعلى لقمة عيش عيالهم. وتمنيت عليهم أنه بهذه الظروف الصعبة عدم إجراء أو تأجيل التحرك يلي هو كان حيترافق مع قطع طرقات، تحسسا بأوضاع البلد الدقيقة من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الأمنية. نحن ما بدنا أي حدا يدخل على تحرك محق يعمل أي تخريب أو أي لا سمح الله أي طابور خامس أو أي منزلق ممكن أنه البلد تنزلق لإله ويؤدي لنتائج لا نحن منريدها، لا أنا بريدها، ولا هن بيريدوها، ولا حدا ولا المواطنين اللبنانيين بيريدوها. نحن بهالمرحلة بدنا نحافظ على الاستقرار، بدنا نحافظ على هدوء ورواق بالبلد، وتنقدر نحل أزماتهم وأزمات كل المواطنين رغم الظروف الصعبة جدا 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 يلي كلنا سوا كمواطنين ونحن منهم عم نعيشها. لذلك أنا تمنيت عليهم عدم إجراء الإضراب أو قطع الطرقات بالأيام اللي جاية بانتظار الحل يلي نحن جديا رح نبلش نشتغل عليه، وإن شاء الله نحن منوعدهم ومنوعد المواطنين أنه نحن بمسؤوليتنا متابعين كل الأمور، والله يفرج هالهم وهالكرب عن اتحادات النقل البري والنقابات وعن كل المواطنين. نحن بوزارة الداخلية من منطلق حسنا بالوضع الأمني هيدا اللي طلبناه، وأكيد لقينا منهم حرص على البلد مثل حرصنا وتجاوب من اللي طلبناه لما في الاستقرار الخير العام ومصلحة المواطنين. شكرا معالي. هل سيصار إلى منع التعديات من منتحلي صفة السائقين العموميين؟ هيدي من أكبر مشكلة عم تواجه السائقين. هيدي من ضمن طلباتهم ويلي نحن رح نشتغل عليها بجدية حفاظ على حقوقهم وضمن إمكانيات القوى الأمنية بهذه الظروف الصعبة. معالي الوزير لتحقيق المطالب فترة زمنية معينة. يعني هن ما كانوا طمعين لدرجة انه يفرضوا علي حدد موعد، بس هن بيعرفوا انه نحن ضمن امكانياتنا رح نشتغل. شكرا ونتابع. شكرا.
تفضل. يعطيكم ألف عافية. طبعا مع الوزير كفى وفى والنقاش اللي كان موجود يعني مع الزملاء قدام الزملاء مع معالي الوزير كان نقاش واضح انه ايه في معاناة في مشكلة ومش هيك بهالبساطة بتقرر النقابات والاتحادات وبأي قطاع من القطاعات وخاصة قطاع النقل البري وعلى رأسه الاتحاد العمال العام يقرر انه انا بدي اعمل تحرك بدي اعمل انتفاضة او بدي اعمل اضراب. الاضراب والتظاهر والاعتصام له اسبابه وله آلياته، كل هودي نحن عملناهم وجهزناهم وكنا رايحين على التحرك الأربعاء الماضي، لكن مثل ما قال مع الوزير بعد التواصل بيننا وبين زميلنا رئيس الاتحاد العمال العام أجلنا لبكرة التحرك. مع الوزير رغب أنه يلتقي بقطاع النقل البري وأنه يتناقش هوية، لأنه لحكي بصراحة أنه قطاع النقل البري وكل العالم تعرف لما بيقرر انه يتحرك تحركه على الشارع وعلى الطرقات وحصل قبل مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن الهواجس والمخاوف والمعطيات الموجودة بعندين ايدين مع الوزير بصراحة بتخلي الواحد يفكر بعقل اكثر ما بيفكر بموضوع حاجة. هذا موضوع يعني بيفرض علينا موقع المسؤولية انه نفكر بهدوء وعلى رواق. ولهالسبب صار في اتصال وتشاور مع زميلنا رئيس الاتحاد العمال العام وقيادة الاتحاد العمال العام وانه نحن باجتماعنا اليوم اي توجه بدنا نروح فيه على ضوء المعطيات الموجودة عند معالي الوزير. وبالاخر نحن اليوم بمقر وزارة الداخلية، وزارة الداخلية الاجهزة الامنية تابعة لها، يعني كل المعطيات الامنية والمعلومات الامنية بين ايدين مع الوزير. مش رح نكون نحن من موقع مسؤوليتنا الوطنيه اولا ومن موقع مسؤوليتنا الاجتماعيه ثانيا، مش رح نكون اداه بهذا الظرف الحساس الدقيق لا سمح الله لاي خلل بمس الاستقرار الامني والاجتماعي بالبلد، وخاصه انه المؤشرات بلشت بين يعني والكلام بين التواصل وبين بعض التحليلات وبين بعض الكلام اللي عم نشوفه وعم نقرأ مثل ما قال مع الوزير وعد بكل هيدي الإجراءات يبلش فيها سريعا. الأمر الثاني رح يصير في اجتماع مفروض هالأسبوع للوزراء المعنيين بقطاع النقل البري، يعني داخلية أشغال اتصالات سياحة وطاقة، لنبحث عمليا شو لازم ينعمل لحتى نعمل يعني مثل ما بيقولوا آلية عمل عمليا، لأنه اليوم أنتم بتعرفوا التعرفة بتصدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل، ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل وأنا معه عم بيقول أنه أنا ما في أعمل تعرفة باليوم مرتين، هذا مش جدول تركيب أسعار المحروقات. أنا بالآخر التعرفي بدي استقرار بسعر الدولار، بدي استقرار بسعر المحروقات، بدي استقرار بقطع الغيار، أسعار قطع الغيار. مين هي الجهة المسؤولة بهالموضوع؟ طيب إذا عملنا التعرفي وافترضوا عملناها كل أسبوع مرة، طيب بالمقابل المخالفات والتعديات الحاصلة على القطاع مين مسؤول عنها؟ يعني إذا هلأ قلنا نحن التعرفي هالقد وبقيت كل هاي التعديات على القطاع، شو ممكن حققنا لقطاع النقل وللسائقين العموميين؟ لسبب بتفاهم مع قيادة الاتحاد العمال العام، لأنه التحرك تبع بكرة كان تحرك الاتحاد العمال العام وقطاع النقل البري مع بعض البعض اللي هو جزء من الاتحاد العمال العام. صار في اتفاق وتفاهم وبناء لتمنيات والمعطيات مع معالي الوزير اللي عند معالي الوزير. نعم نحن وبعد التشاور مع الزملاء جميعا نعلن تأجيل تحرك قطاع النقل البري اللي كان محدد غدا صباحا على جميع الأراضي اللبنانية
إلى وقت يحدد لاحقا حتى تقطع المرحلة الدقيقة المارق فيها البلد، ومنكون بلشنا باللقاءات والاجتماعات اللي عم نحكي عنه. وهون بدي أتوجه لكل الزملاء السائقين العموميين بكل لبنان بدون استثناء. أنا بعرف أنه الكل محمس على التحرك والإضراب، والكل محمس على التجمع، وقد نشهد اعتبارا من اليوم بعض التجمعات والتحركات لبعض السائقين. أنا برأيي هذا تحرك مشروع، ولكن يبقى بالحد الأدنى المضبوط حتى ما نعرض استقرار البلد لا سمح الله لاختلال أو لخلل. وبدع القوى الأمنية وأجهزة الأمن جميعا أنه أي تحرك كمان تواكبه بهدوء، لأنه هودي موجوعين الزملاء اللي يمكن يتجمعوا أو يتحركوا، لكن هذا بيكون مش بقرار من الاتحادات والنائبات مثل ما عم بيصير ببقية كل هالقطاعات، ومثل ما عم بيصير عند عموم الشعب اللبناني بهاي المنطقة وبهاي المنطقة التعبير. الله يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم وعزبناكم. هل دولة التعرفة ممكن تحل مشكلة السائق والمواطن؟ ما فينا خي حسين انه نطالب بتطبيق القانون ومن جهة تانية يخالفه. نحن العملة الوطنية اللبنانية هي المعتمدة بالقانون عندنا بلبنان، وبالتالي كل التسعير على الليرة اللبنانية. هلا بده يصير في تفاهم بالاجتماع اللي بده يصير مع الوزراء المعنيين شو هي الصيغة الأمثل والأقرب للعال اللي تعمل توازن ما بين يعني إمكانية المواطن وقدرة السائق على التحمل. بس أما موضوع الدولة هذا قراره مش عنا، مش نحن مسؤولين عنه. الله يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم. إذن تحرك نقابة النقل البري أو اتحاد نقابات النقل البري تأجل إلى موعد غير مسمى، المخاوف الأساسية المتعلقة بتأجيل هذا التحرك كان قد أدلى بها وزير الداخلية والبلديات من هنا من وزارة الداخلية القاضي بسام المولوي أمام وفد اتحادات النقل البري، باعتبار أن الوضع الأمني لا يسمح، وأن الوضع الأمني هو أخطر مما يتصور، لأن أي تحرك يمكن أن يحدث أي ثغرة في الموضوع الأمني وقد يؤدي إلى فوضى شاملة، وهذا حصل قبل الآن في تاريخ لبنان الحديث، خصوصا في أحداث السابع من أيار سنة 2008 عندما كان هناك تحرك للاتحاد العمالي العام، ثم تحول أحداثا دامية لم يخرج منها لبنان إلا باتفاق عقد في الدوحة في قطر. لذلك المخاوف الأمنية كبيرة في لبنان هي التي تقف عائقا وتقف معرقلا لأي تحرك من قبل اتحادات النقل البري. على العموم سيعقد كل هذه الاتحادات ستعقد اجتماعا مع الوزراء المعنيين بقطاع النقل، وهم وزراء الطاقة والأشغال، وزير الطاقة وليد فياض، وزير الأشغال والنقل علي حمية، وزير السياحة وليد نصار. كل هؤلاء سيعقد فيما بينهم اجتماع لمناقشة موضوع الوصول إلى حل في إرساء تعرفة تناسب المواطنين وتناسب أيضا السائقين العموميين، هؤلاء السائقون العموميون الذين يعانون بشكل يومي مع المواطنين طبعا في موضوع إعطاء التعرفة بسبب تلاعب سعر صرف الدولار. طبعا هذه الأزمة هي تفرخت بسبب الأزمة الرئيسية في البلاد، وهي أزمة تهريب الدولارات إلى الخارج، وأزمة عدم القدرة على محاسبة الفاسدين والذين أهدروا المال العام في السلطة اللبنانية. كنت معكم أنا حسين خريس ورواد جرمانوس من وزارة الداخلية والبلديات. طبعا نحن سنوافيكم بكل جديد على كل صعيد بإذن الله تعالى.